بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بأبنائي طلبة الصف الثاني الثانوي بمجمع جيل المستقبل الأهلية برانيا في درس جديد من دروس مادة الكيمياء. ودرسنا اليوم بعنوان نسبة المردود المئوي. نسبة المردود المئوي، طبعا الأهداف بتاعتي هحسب إزاي أحسب المردود النظري للتفاعل. بعد كده بعد ما بحسب المردود النظري بحسب نسبة المردود المئوي. طيب ايه الفرق، ما الفرق بين المردود النظري والمردود الفعلي؟ ما الفرق بين المردود النظري والمردود الفعلي؟ المردود النظري هي أكبر كمية من الناتج، أكبر كمية من الناتج يمكن الحصول عليها من كمية المادة المتفاعلة. أي معنى كلمة المردود النظري؟ أكبر كمية من الناتج يمكن الحصول عليها من كمية المادة المتفاعلة. أما المردود الفعلي هو كمية المادة الناتجة عند إجراء التفاعل الكيميائي عمليا. هو كمية المادة الناتجة عند إجراء التفاعل الكيميائي عملي. يعني مثلا بص في التجربة هنا، في التجربة دي بيضيف هنا بيضيف مادة كرومات الفضة، كرومات البوتاسيوم بيضيفها إلى نتيجة البوتاسيوم. بص هنا، هنا تفاعل، تفاعل كيميائي طبعا. هنا لاحظ كده إنه بيضيف مادة كرومات البوتاسيوم بيضيفها على نتيجة الفضة. طبعا نتيجة إضافة كرومات البوتاسيوم على نتات الفضة تكون مادة مترسبة. المادة المترسبة هنا اللي هي دي قدامكم، بيعمل لها عشان يفصلها بيعمل لها عملية ترشيح، بيحسم عملية ترشيح زي في الصورة التانية. طيب بعد عملية الترشيح ممكن بعض جزء من المادة المترسبة يبقى على ورقة الترشيح، وممكن الجزء الآخر يبقى على الجدار بتاع الدورق اللي هو رشح فيه. هنا ممكن هاي عند توفر كرومات البوتاسيوم في الفضة هتكون مادة مترسبة، فهتلاحظ ان في طلقة غريبة على رد الترشيح كما عندنا كمية اخرى تفقد لانها ايه بتكون على جوانب الناحية. هل هذه نظرية ولا عملية؟ دي العملية. لكن النظرية لا، النظرية ما فيهاش ان كل المادة بتترسب، كل المادة بيحصل لها عمل ترسيب. لكن لما تيجي تعملها عملي هيبقى فيه خطر، هيبقى فيه ليه؟ لأن جزء منه هيترسم هيبقى اتبقى على ورقة الترشيح وجزء التاني هيبقى على الجدار. ففي فرق بين المردود النظري والمردود الفعلي. طيب ازاي نحسب نسبة المردود المئوي؟ ازاي نحسبه نسبة المردود المئوي؟ بقانون نسبة المردود المئوي بيساوي ايه؟ المادة المتفاعلة او المردود الفعلي، المردود الفعلي تقسيم المردود النظري وبضربه 100، تضرب في 100 ده القانون اللي بحل بيه او بحسب بيه نسبة المردود المئوي. اهو ده اهو بتقسم نسبة المردود المئوي الفعلي على نسبة المردود. طبعا بيقول لك نسبة، يبقى بتقسم المردود الفعلي على المردود النظري بتضربه في 100 لانه نسبة ايه؟ مئوي. طيب ناخد مثال على كيفية حساب نسبة المردود المئوي. عندك هنا مسألة، هنا بصوا كده معايا، دي مسائل اهي تدريبية. أنا هحل المسألة رقم 28، بيقول لك يتفاعل الزنك مع اليود، يتفاعل الزنك مع اليود حسب المعادلة اهي، المعادلة اهي، نمسح القانون، القانون موجود عندك،
عبدالله اتبعي معايا اهو. المسألة هي تفاعل الزنك، تفاعل الزنك، تفاعل الزنك مع اليود بيديني يديد الزنك. الزنك اللي هو الخرسين يا شباب، اللي هو الخرسين او تفاعل معادلة. طبعا قلت لازم تكتب المعادلة صحيحة موزونة. تعال شوف كده المعادلة موزونة. لا عندك واحد زنك او خرسين، واحد خرسين وعندك اتنين يود وعندك اتنين يود، كده المعادلة مظبوطة. طيب يقول لك ايه؟ احسب المردود النظري اذا تفاعل 1.912 من الزنك. طيب عاوز يحسب المردود النظري، سهل. تحسب الاول عدد المولات، وبعد ما تحسب عدد المولات حول عدد المولات عن طريق القانون وتحصل منه تحصل على ايه؟ على الكتلة. تاني اخدناها قبل كده، عشان احسب المردود النظري هتعمل ايه؟ هتحسب عدد المولات للخرسين، ها؟ لليود اسف، وبعد ما تحول او تحسب عدد المولات هتحوله لكتلة. تعال بقى نحسبها ازاي؟ هتجيب علاقة بين المادة المعلومة والمادة المجهولة. المادة المعلومة هنا ايه؟ اذا تفاعل 1.9 من الزنك الخرسين، يبقى دي المعلومة، تحت منها معلومة، تحتها كلمة معلومة، معلوم عدد مرات معلوم. طيب عندك هنا المادة هنا اللي هي اكسيد اليود الخرسين، دي مجهولة، دي مجهولة، يبقى دي المجهولة. يجيب علاقة من هنا وهنا، هتعمل ازاي؟ هتقول واحد مول، واحد مول من الايه؟ من الزنك أو الخرسين، بيتفاعل مع كم مول من يدي الخرسين؟ واحد. أهي. طيب أمال واحد فاصل نكتبه هنا ولا هنا؟ 1.912 نحطه هنا ولا هنا؟ لا تحت المادة المعلومة. 1.912 مول تديني سي. نضرب الطرفين في الوسطين، اضرب الطرفين في الوسطين اهي، يبقى عدد المولات، عدد مولات يديد الخرسين بيساوي، هتضرب 1.9 في 1 يعني هتطلع نفسها، يعني هيساوي 1.912 مول. طيب حسبت عدد المولات، ازاي احولها لكتلة؟ عن طريق القانون، الكتلة بتساوي عدد المولات ضرب ايه؟ ضرب الكتلة الجزيئية. القانون اخدناه قبل كده اهو، اهي. طيب الاول هنحسب الكتلة بالجرام، اهي الكتلة بتساوي، الكتلة بتساوي عدد المولات كم هنا؟ 1.912 ضرب الكتلة المولية ليودين الخرسين. يلا مين يحسب الكتلة المولية؟ عندك الخرسين ب65 واليود ب126 الوزن الذري بتاعه. يلا يبقى انت هتعمل 65، ها 65
65 زائد 2 ضرب 126 اهي. هتضرب عدد المرات في الكتله الجزيئيه، الكتله الجزيئيه هنا ليودتي الخرصي. احنا حسبنا الكتله الجزيئيه بتضرب عدد الذرات في الوزن الذري. ما تنساش عندك الخرصين في ذره واحده والوزن الذري بتاعه 65، وعندك اليود كم ذره؟ 2 في الوزن الذري لليود 126. يعني لو حسبت الكتله كده هتساوي تطلع، لو ضربتها عندك هتطلع بكام؟ ب 661 61 0 بوينت كام؟ ها 43 جرام. طيب بعد كده في الاخر حسبت الكتله، دي الكتله ايه يا شباب؟ الكتله النظريه ولا الفعليه؟ النظريه. هو قال لي كده هنا الكتله الفعليه بتاعتها، ها ها احسب نسبه، اذا علمت ان عمليا اهي الكتله الفعليه اهي 515، يبقى هتقول النسبه المئويه، النسبه المئويه او نسبه المردود المئوي، نسبه المردود المئوي، نسبه المردود المئوي تساوي المردود الفعلي كم هتاخده في المساله؟ 515.6 اهي 515.6 على الكتله النظريه اللي احنا طلعناها اللي هي 610.43 ضرب 100. لو عملتها هتطلع بتساوي 84% تقريبا، يعني 84%. يبقى انا حسبت الكتله النظريه بحسبها في الطريقه دي، الفعليه هو اللي بيديها لي في المساله، الفعليه لانك ما تعرفش انت، الفعليه بيديها لك في المساله، انت كل ما عليك بتحسب الكتله النظريه او نسبه المردود النظري وتقسمه على بعض بتحسب نسبه المردود المئوي. طبعا عندك مسالتين رقم 29 عاوزكم تجاوبوها وترسلوها لي على منصه جيل المستقبل الأهلية برانيا. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.